أهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن يا جماعة يعني أنا أول مرة بحضر اجتماع بلتمس فيه إنه راح نطلع بشيء. نحن كتير اجتمعنا باجتماعات من قبل وحضرناها ويعني كان البوفيه رائع وكان الغداء منيح 100% وطلعنا بالنهاية ما معنا أي شيء يذكر، يعني الأمور كلها عم تتكرر. بس اللي شايفينه هلأ حاليا إنه في صدق لأول مرة أنا بشوفها، يعني هاي رأيي الشخصي، يعني ما حد يزعل مني، في صدق بشيء نحن عم نساوي. في ناس جاي تحضر قلبها أن بدها تساوي شيء. صعوبة الوضع اللي نحن عايشينه هون بمصر بتطلب منا نترك كل شيء بالنسبة لأنه كان رئيس ومرؤوس وهالوضع. نحن كلياتنا ساحة وحدة، أي إنسان داع المؤتمر هذا هو بيمثل الجاري السوري موجود بمصر، والموضوع مفتوح ما أنه مختصر على الناس الموجودة هون. أي إنسان بيلاقي حاله عم يخدم السوريين بإمكانه يسجل ضمن اللوائح يلي الناس عم تخدم السوريين مشان يكون شغله شرعي ضمن الحكومة المصرية. الحكومة المصرية اليوم أثبتت لنا إن هي مع الثورة السورية وهي ما عندها مشكلة بأي شيء كان نهائيا، عكس الكلام اللي كان عم ينحكى. نحن تعرضنا كلياتنا لهجمة كبيرة كتير كتير كبيرة، وحاليا عم نمشي ما بطلع بإيدنا أكثر من الشيء اللي ساويناه. يعني بصراحة بلد ما بلدنا نحترم القوانين اللي نحن فيها، لازم واجب علينا هالشيء هذا، بس بنفس الوقت نحن بنحترم حقنا انه نحن سوار، وبنحترم حقنا انه نحن طالعين ضد نظام طاغي. ما بنتنازل بهالشيء نهائيا نهائيا لو شو من صرنا نهائيا. وشكرا.